لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الوتر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. هذا الحديث أورده الإمام البخاري في كتاب الوتر وبوب له بقوله: باب الوتر على الدابة. وهنا هذا الحديث فيه أحكام. أولا، مشروعية صلاة الوتر والإنسان راكب على الدابة أو في السيارة أو في الطائرة وهو جالس. نعرف أن الصلاة لها شروط ولها أركان، ومن أركانها أن يصلي الإنسان في صلاة الفريضة وهو قائم. إذا كان عنده قدرة على القيام يجب عليه أن يقوم، لأنه القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة، إلا إذا تعذر ذلك فيجلس، إذا تعذر الجلوس فليستلقي، إذا تعذر أمر من الأمور فيصلي على الهيئة التي يكون عليها في الفرائض. في السنن يسقط هذا الركن، يسقط هذا الركن، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، يعني هو ماشي على البعير جالس فكان يوتر، يعني هذه نافلة، الوتر صلاة نافلة. ولم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام عن البعير حتى يكون واقفا لصلاة الوتر، لأنه كان في الفرائض. الرسول عليه الصلاة والسلام هو مسافر في الفريضة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء لا يصليها وهو على البعير، كان ينزل عليه الصلاة والسلام ويصليها، أما في الوتر فقد صلاها وهو راكب. فهون عندنا نحن في صلاة النافلة ومنها الوتر أن الركن يسقط إذا كان الإنسان على سفر أو إذا كان الإنسان يصلي غير الفريضة. هناك يعني شروط من شروط الصلاة الاتجاه إلى القبلة، لأن الإنسان إذا أراد أن يصلي فمن شروط صحة الصلاة أن يتوجه إلى القبلة، إذا ما توجه إلى القبلة صلاة غير صحيحة، إلا إذا تعذر ذلك، إلا في صلاة المسافر إذا كان يصلي النافلة كما في صلاة الوتر. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر وهو متجه حيث اتجهت به الدابة، يعني القبل بهذا الاتجاه، والنبي عليه الصلاة والسلام يسير هكذا. فقال العلماء: يتوجه الإنسان في تكبيرة الإحرام إلى القبلة في الوتر، يكبر ثم يصلي وهو متجه حيث اتجهت به دابته، فيسقط هذا الشرط. فعندنا نحن شرطين، شرط في الصلاة وركن. إذا كان الإنسان على سفر فإنها تسقط بصلاة النافلة، مش بصلاة الفريضة، صلاة النافلة كالوتر وغيرها. الركن الأول يعني هو القيام مع القدرة، يعني الإنسان إذا كان بالطيارة وبده يصلي الوتر أو يصلي السنن فله أن يصلي وهو جالس حيث اتجهت به الطائرة. أما الفريضة شو بيعمل؟ لازم يروح يبحث عن مكان حتى يقف، لأن الوقوف ركن. طيب في طيارات ما بتخليك تقف، شو بتعمل؟ هنا تعذر الوقوف، فإذا تعذر في الصلاة صلاة الفريضة فتجلس وتصلي، بس إذا ما تعذر لا لازم تقف. واحد بيقول: طيب ما أنا قاعد وبصلي وأنا والطيارة ماشي. إذا في مجال أنك تقف للفرائض فيجب عليك أن تقف، ليش؟ لأنه الوقوف ركن. أما في النافلة فلا، ما لا يجب عليك، وهي ماشي الطيارة صلي من النوافل ما تشاء وأنت جالس. اتجاه القبلة نفس الشيء، في الفريضة تبحث أين القبلة بالطيارة وأين القبلة تتجه إليها، أما في النافلة فلا يحتاج إلى ذلك، وأما اتجاه الطائرة فتصلي النافلة وأنت جالس من غير اتجاه القبلة. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.